جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أهلا بكم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام التي كتبت في عناوينها: الرئيس يوجه بتوفير السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انقطاع الكهرباء في ماسبيرو مستقبلا. محلب وحاكم الشارقة يفتتحان دار الوثائق الجديدة بمدينة الفسطاط بالقاهرة. حاكم الشارقة: مصر محفورة في قلبي وما نقدمه نقطة في بحر عطائها. شكري: مصر والأمة العربية تواجهان تحديات غير مسبوقة ومباحثات موسكو عززت التعاون الدولي. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية: فور عودته من موسكو الرئيس ناقش قضيتي الأسعار وماسبيرو. السيسي: إجراءات صارمة لضبط الأسواق قبل رمضان وتعزيز أجهزة حماية المستهلك وضمان جودة السلع. وكتبت أيضا: هيكلة أجهزة الدولة ولا فصل للعمالة الزائدة. وزير التخطيط: رفع كفاءة المؤسسات وتأهيل الصف الثاني للقيادات. قواعد توزيع المليون فدان أمام مجلس الوزراء. وزير الزراعة: التمليك للمصريين فقط، الأسهم للشباب وحق الانتفاع للمستثمرين. أما صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: تحذيرات من موجة غلاء جديدة قبل رمضان، ووزارة التموين تواجه الغلاء في الأسواق عبر توفير السلع الغذائية والخضر لبيعها في سيارات متنقلة. وزارة البترول: كروت الوقود الذكية إلزامية قريبا، ولن يتم منع أي مركبة لا تحمل الكرت من الحصول على الوقود اللازم. موجة الظلام تضرب محافظات الصعيد، تعطل المخابز والمستشفيات والبنوك وتهديد بعدم سداد الفواتير. من صحيفة الأخبار نطالع: محلب في باريس اليوم ومباحثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند التي مشروع مترو مشروع الضبع النووي. في الشأن المحلي كتبت الأخبار: جولة لوزير التموين لمتابعة عدد من المجمعات الاستهلاكية. وزير التموين يعلن أنه تقرر طرح 150 طنا يوميا من الخضروات والفواكه في فروع المجمعات للقضاء نهائيا على الغلاء. نتحول إلى الصحف العربية والتي أولت اهتماما خاصا لتطورات الأوضاع في اليمن، ونقرأ من القدس العربي: التحالف يقصف منزل صالح في صنعاء والحوثيون يقبلون عرض الهدنة ويطالبون باستئناف الحوار. مسؤول يمني يؤكد أن الرئيس السابق متحالف مع الحوثيين منذ فترة طويلة، وعشرات الآلاف يفرون من صعدة مع تصاعد الغارات على تلك المحافظة. في السياق ذاته نقرأ من جريدة الحياة اللندنية: طهران ترسل سفينة مساعدات إلى اليمن، والبحرية الإيرانية توجه تحذيرات لسفن أمريكية وفرنسية اقتربت منها في خليج عدن. القوة الماليزية المشاركة في تحالف دعم الشرعية اليمنية تصل إلى القواعد الجوية السعودية. أما جريدة الخليج الإماراتية كالتالي: مسلحون مجهولون يقصفون مطار الأبرق الليبي دون وقوع خسائر. الجيش الليبي يحكم سيطرته على مناطق غربي طرابلس، وحراك اجتماعي لفتح ممرات آمنة للمدنيين في تلك المنطقة. تصاعد التوتر في القدس مع استمرار تدنيس المسجد الأقصى. إلى جريدة القدس الكويتية ونقرأ منها: 100 قتيل من قوات النظام والمعارضة في جسر الشغور. اشتباكات عنيفة ترافقت مع تنفيذ طائرات النظام لنحو 40 غارة، بعضها استهدف المشفى الوطني. داعش يتبنى عملية سجن الخالص شمال بعقوبة. التنظيم يؤكد تهريب قرابة 30 معتقلا بالتنسيق بين عناصر من داخل السجن وخارجه.
نتحول إلى الصحف العالمية، والبداية من صحيفة وول ستريت جورنال، وكتبت غياب العاهل السعودي عن القمة الأمريكية الخليجية. القمة تبحث الاتفاق التمهيدي بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي وكذلك الأزمتين في سوريا واليمن. استجابة لمبادرة أمريكية، الحكومة العراقية تبدأ تدريب مقاتلي الشعائر السنية في محافظة الأنبار لوقف تقدم تنظيم داعش. نطالع من صحيفة الجارديان البريطانية. بريطانيا تبدأ مرحلة التكيف مع خارطة سياسية جديدة بعد الفوز المفاجئ لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالأغلبية على عكس استطلاعات الرأي. منظمات الإغاثة الإنسانية تؤكد 70,000 شخص من بينهم 28,000 طفل يفرون من محافظات يمنية مع تصاعد الغارات الجوية العنيفة. إلى الصحف الفرنسية، نطالع من صحيفة لوموند. في أول زيارة رسمية غير مسبوقة لرئيس فرنسي منذ أكثر من قرن، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يصل إلى كوبا لإجراء مباحثات مع نظيره الكوبي راؤول كاسترو. مقدونيا تشهد معارك عنيفة، مقتل 22 شخصا من الشرطة والجماعة المسلحة خلال اشتباكات. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه حيال الوضع في مقدونيا. وإلى الصحف الإسبانية، نطالع من صحيفة البايس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويؤكد أن عملية السلام في شرق أوكرانيا تتقدم على الرغم من الصعوبات. منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء إيبولا في ليبيريا، وذلك بعد انقضاء 42 يوما دون تسجيل أي حالات جديدة. هذه وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير في صحف اليوم.